بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 122. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض أحكام الوقف، وفي هذه الحلقة إن شاء الله نواصل الكلام عن بقيتها. فمن أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة. فإذا شرط من الوقف مقدارا معينا لأحد، أو شرط تقديم بعض المستحقين على بعض أو جمعهم، أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو عدمه، أو شرط النظر على الوقف لشخص معين أو غير ذلك من الشروط، لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتابا ولا سنة. فإن لم يشترط شيئا استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم. وإذا لم يعين ناظرا للوقف أو عين شخصا ومات، النظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين، النظر على الوقف يكون للحاكم يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه. ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف، لأن ذلك أمانة في عنقه ائتمن عليها. وإذا وقف على أولاده استوى الذكر والأنثى في الاستحقاق، لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق، كما لو أقر لهم بشيء فإن المقر به يكون بينهم بالسوية. فكذلك إذا وقف عليهم شيئا وما بعد أولاده لصلبه، ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته، لأنهم من رجل آخر فينسبون إلى آبائهم، ولعدم دخول ولد البنات في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد، لأن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة، والله أعلم. ولو قال: وقفت على أبنائي أو بني فلان، اختص الوقف بذكورهم، لأن لفظ البنين وضع للذكور حقيقة. قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم وبني تميم، فيدخل فيهم النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم، لأنه غير ممكن، وجاز الاقتصار على بعضهم، وجاز تفضيل بعضهم على بعض في توزيع غلة الوقف، لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وذلك يحصل بإعطاء بعضهم. أيها المستمعون الكرام، والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول، فلا يجوز فسخه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث. قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، فلا يجوز فسخه لأنه مؤبد، ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها،
بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها، فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله، ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه، وإن كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر. وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له. وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين، وإذا وقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيد فإنه يعطى كل سنة 100، فلو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة 100 وكان في ريع الوقف فائض عن هذا المقدر فإنه يتعين إرصاد الزائد. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد له. وإذا وقف على مسجد فخرب وتعذر الصرف عليه من الوقف صرف في مثله من المساجد. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى لنواصل الحديث عبر هذا البرنامج فيما تيسر من فقه الإسلام، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.